عسلامتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطبخ امال التونسيه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل من ما كنتوا، وشكرا لكم على تواصلكم وعلى تعليقاتكم المزيانه في قناتي. شكرا لكم برشا الناس الكل. سامحوني على الصوت، تعرفوا تغيير الطقس والكل، دونك صوت باش يكون شويه تعب، ولكن الحمد لله لاباس. اليوم كما تشوفوا باش نحضروا مع بعضنا الدبله التونسيه ولا وذين القاضي، كل واحد كيفاش يسميها. هذه هي المكونات نتاعها، المكونات بسيطه برشا، ما تستحقش منا معناها حاجه كبيره. هوني خذينا كابتن عظام، خذينا هوني 250 غرام فرينه في معادل معناها زوز كيسين مش كبار متوسطين، خذينا هوني نصف مغرفه صغيره ملح، وخذينا هوني زوز مغارف كبار زيت. انا اخترت زيت زيتونه، انتم تنجموا تستعملوا حتى الزيت النباتي العادي، معناها مش مشكل في الزيت. اهم حاجه احنا توا باش نخدموا معناها بالغبو نتاعنا العجينه، نخليوها ترتاح. تبعوني بشويه بشويه المراحل نتاع الوصفه نتاع اليوم، باش نعملها بطريقه بسيطه برشا اللي الناس الكل تنجم تعملها. مع بعضنا ان شاء الله نحضروا الدبله التونسيه والا وذين القاضي. كما معروفه عندنا من الحلويات التونسيه، من حلويات العيد والمناسبات زاده. يلا مع بعضنا الدبله التونسيه من مطبخ امال التونسيه. ان شاء الله اللي يشوفوا اول مره الفيديو ما تنساوش سابوني في كيتشن امال التونسيه، ويفعلوا الجرس باش يوصلهم اتش دي دي الكل، وما تنساوش زاده لي لايك نتاعكم اذا عجبكم الفيديو نتاع اليوم. اول حاجه احنا باش نحطوا العظام نتاعنا الكعبتين، باش تزيدوهم رشة الملح نتاعنا اللي هي نصف مغرفة، باش نزيدو الزيت. أهم حاجة هو معناها الفرينة وإلا دقيق الدقيق وإلا معناها الطحين كما يتسمى في بعض البلدان، إنه احنا نزيدوه بشوية بشوية. أنا عطيتوني الكمية اللي أنا باش نستعملها، تنجموا أنتوما الكمية تكون أقل وإلا أكثر حسب معناها الفرينة اللي أنتوما تستعملوها، متعودين معناها تستعملوها. فقط توا باش نخدموهم شوية ومن بعد باش نزيدو بشوية. شوفوا العجينه، دونك توا باش نزيدو شويه ماء ونزيدو بطبيعه الحال. مازالت العجينه تتلصق، انا مازالت تلصق في اليدين، مازمهاش تكون تتلصق. دونك توا باش نزيدو شويه ماء بطبيعه الحال مش برشا، توا باش نزيدو الكميه كما قلت لكم. الماء باش نزيدو شويه فقط، شوفوا العجينة نتاعنا فقط هوني معناها مازالت شوية، نخليوها شوية تزيد تعجن شوية. من بعد نقصوا، أنا فقط زدت قدر نصف كاس تاي.
العجينة نتاعنا حاضرة كيما تشوفوا، باش نخرجوها توا بشوية بشوية. هذه هي العجينة نتاعنا، توا باش نحيوها احنا من هوني، باش ناخذ شويه نشاء، حطوا العجينة نتاعنا هوني في النشاء، نجمو زادا فارينا في بعض نشاء، معناها مش مشكل. نخليوها توا ترتاح مدة ربع ساعة أربع دراج، ومن بعد نرجع لكم إن شاء الله. العجينة نتاعنا معناها حاضرة بعد ما خليناها ترتاح شوية كما تشوفوا، دونك توا باش ناخذوا شوية إنشاء، تنجموا زادة تستعملوا الفارينة معناها كما تحبوا نتوما، باش نقسموها كويرات صغيرة. الزيت بطبيعة الحال حطيناه يسخن ديما على نار هادية، معناها ما نقويوش النار نتاعنا باش ما يتحرقوش الكعبات من بعد كي نقليوهم. نحلو معناها بالباهي بالباهي، حال انا هذه معناها استعملت الوصفه وهذوما معناها قصيتهم الحراف نتاع الملصوقه، دونك خليتهم هوني زادا كيف كيف باش نحيو الحراف هكا وجهتين، نحيو هذوما وهكا توا نشدو ونقصو قد قد. باش ناخذو منديله، اهم حاجه احنا باش كي باش ناخذو توا الورقه نتاعنا نتويو الجهه هذه هكا هكا نتويو، وناخذو بطبيعة الحال المنديلة نتاعنا باش نحطو عليها الوريقات الكل، المنديلة نتاعنا نحطو الوريقات نتاعنا الكل عليها، كيف كيف نجمو الكعبات كيما تحبو نتوما معناها كبار ولا صغار.
كما تشوفوا كملنا حلينا معناها الكعبات نتاعنا الكل. دونك كما تشوفوا هذه هي لاستوس اللي انا وريت لكم. دونك كي نحلوا نتويو هكا من الجهه هذه. الزيت نتاعنا دونك سخون باش نبداو نقليو الكعبات نتاعنا نشحروهم ونزينوهم ونوريهم لكم ان شاء الله. يلا مع بعضنا نوريكم الطريقه اللي انا نستعملها باش نقلي وذين القاضي اليوم والا الدبله التونسيه. نتاعنا القاضيين القاضي اليوم كملناهم دونك شحرناهم كيما وريتكم. هذه تبقى لي شويه من وصفه المحنشه اللي انا عملتها على معناها بطلب من احد المشتركات. فتره معناها سامحوني فضلت شويه من الحراف نوازيت اللي خرجوا على جنب. دونك انا هروجتهم شويه كيما تشوفوني وزدت جلجلان وزدت هوني زينت بهم اكعبات نتاع وذين القاضي ولا الدبلة التونسية لليوم. إن شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم الناس الكل. ميرسي بوكو وربي يوفقكم الناس الكل.